احنا مشاركين النهارده مع الامانه العامه للصحه النفسيه. الفكره النهارده ان اليوم عايزين نطلعه بصوره كويسه، وهدفنا ان احنا نشيل الفكره الخاطئه اللي موجوده عن الناس عن فكره المرض النفسي. انا جاي اشارك وجاي اشجع المرضى وبرضو اشجع نفسي واتعامل معاهم عادي، يعني زيهم زينا برضو، ما فيش اي مشاكل. مش معنى ان في انسان مدمن او ان هو مريض نفسي ان يبقى خطر على المجتمع، او ان الانسان ده يعني يبقى التعامل معاه بحدود، لا خالص. الناس دي ناس عاديه جدا الحقيقه. اليوم مش بس المتعافين، اليوم كمان لكل الشعب المصري الحقيقه. احنا يعني كنا مهتمين جدا الدعايه تبقى كبيره والناس كلها تبقى موجودة معنا، ومعنا ناس كتير قوي من الشباب المصري المتحمس، عشان نكسر حاجز الخوف من المرض النفسي ومن العلاج النفسي. دي توعية للناس، والناس كلها بتفهم ان هي بتبص على حاجة جديدة. في ناس كتير ما بتبقاش عارفة الموضوع او عارفة تتكلم عنه، بيبقى عندها فكرة غلط عن الموضوع. ان هي تنزل وتشوف الناس دي قدامها، تتكلم معاها، هتسلم عليها، يحصل حوارات ما بينهم، فده بيعرفهم ويوعيهم اكتر. حاجه حلوه جدا، ولازم ان احنا نحس بيهم ونعرف نتعامل معاهم ازاي، ونعرف ان احنا نرجعهم. هم اكيد لما يشوفونا كده هيبقى ليهم باور ان هم ينزلوا ويتحسنوا كمان معانا. النهارده احنا عاملين جاريه خفيفه 4 كيلو شويه. الجاريه كلها هنا برده في امتداد المستشفى، يعني باي حد طبيعي لو اول مره يجري هيجريها، وكده كده احنا عامه كمنظمين بنكون منتشرين على الجاريه كلها. الرياضه بتبقى صحيه لاي حد، يعني صحيه لحد سليم، فبالنسبه لحد مريض هي اكيد هتساعد في علاجه، هتخليه يعني تبقى نفسيته احسن. احنا محتاجين ان احنا نشجع الناس ان هي تتكلم، محتاجين نشجع الناس نقول لهم ان ده مش عيب. الناس مش عيب ان انت تتكلم، مش عيب ان انت تعبر عن نفسك، وده الغرض الاساسي النهارده من اليوم ده كله، ان احنا عايزين ندخل الناس المستشفى، عايزينهم يسمعوا الندوه بتاعتنا، عايزينهم يجروا، نربط الفيزيكال هيلث بالمنتال هيلث. ده كله الغرض من النهارده. الرياضه عامه حلوه لمهاره العقل، واللي هي بتخليكي مرتاحه حتى لو عندك نيجاتيف انرجي بتطلعيها في الجري، يعني بتبقي عامله رياضه، كلام انت مش قادره تتكلميه بتجري بتتكلمي، حاجات كتيره جدا. يعني الرياضه بتمهر العقل. دايما بتشارك في ايفنتات زي دي ولا دي اول مره؟ هي مش اول مره، بس انا بحب طبعا المشاركه، يعني دي بالنسبه لي اهم من حاجات كتير يعني.